سؤالنا التفاعلي لليوم للي حابب يشارك معنا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، برأيك هل يمكن الحكم على الأشخاص من الانطباع الأول؟ تعطي فرصة ثانية مهيرة ولا لا؟ أبداً، أنا أعطي 50,000 فرصة. لا أنا عكس كل الناس، أنا أعطي فرص بعدين بالأخير خلاص. يعني ولا ممكن، لا انطباع أول ولا أخير ولا إذا قفلت قفلت. إيه إذا قفلت قفلت، بس أنا عادة ما أحكم، أنا عندي كل الناس طيبين إلا أن يثبت العكس. جميل. ما عدا أنت، أنا أول ما شفتك ما حبيتك. لا أمزح. أنا طيبة. تحول التون. هاي المشكلة. أنا غلبان. نعود لسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم، هل يمكن بالفعل أنه الواحد يعمل أو يتكون عنده انطباع أول عند شخص، ولا أي مدى يكون صحيح؟ هذه بعض الإجابات. لا، فليس كل من تظهر عليه الطيبة طيب، والعكس صحيح. طيب تغريدة ثانية، أنا عن نفسي إيه؟ واثق. والله الانطباع الأول مهم جدا، بس المهم أنه ما نعمم ونحكم على الأشخاص من أول مرة. صحيح. صباح الوجوه الجميلة، لا يمكننا الحكم على شخص من الانطباع الأول، لأن في هذه الأيام صعب كثير أن تثق بأحد. إحنا ما نتكلم عن الثقة، ما توصل لمرحلة الثقة صعبة شوية، بس على الأقل تأخذ انطباع. خطأ، فمن يحكم على الأشخاص من البداية كمن يحكم على الأفعى من ملمسها الناعم. الله على التشبيه. غالبا نحكم على الشخص من النظرة الأولى، بس يكون حكما عليه غلط أحيانا، لذا مش من العدل أن تحكم على الشخص من الانطباع الأول. صحيح. لا، فالغلاف لا يعني المحتوى، لو تمهلت على الناس كفاية ستجد ما يدهشك ويثير إعجابك. لا يمكن الحكم على الشخص من المرة الأولى. صحيح. بالتأكيد لا يمكن أن نحكم على شخص بدون الخوض في تجربة معه حتى نصدر حكما عليه. هي تحديدا خاصة يمكن مع الأشخاص اللي ما يكونوا اجتماعيين، فأنت تفكر أنهم مغرورين أو دمهم ثقيل، بس هم خجولين. صح. مثلا ممكن يعني يطلع شيء ثاني. صحيح. نعم، ولكن بحدود. أنا عن نفسي يعني زي ما قلتي ما أحكم على أحد، لكن مرات يجي إحساس تحسي بشيء بنغزة على قولهم، تكتشفي أنه إحساسك صح. أيوة، أعطيه فرصة ثانية أو ثالثة ورابعة، بعدين تكتشفي أنه الإحساس صحيح. خليك مع أحاسيسك.